بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان ترحيل الطلاب إلى الفصول في الإكسل، أو ترحيل بيانات الطلاب إلى فصولهم، رابعة أول، رابعة تاني، رابعة تالت. طبعا معروف إن في المؤسسات التعليمية في المدارس إن في حاجة اسمها السجل بتاع سنة رابعة، السجل بتاع سنة خامسة، السجل بتاع سنة ستة. السجل ده بيكون فيه كل الطلاب اللي موجودين في الفصل ده على اختلاف الفصول، يعني سنة رابعة ممكن يكون في رابعة أول، في رابعة تاني، في رابعة تالت، في رابعة رابع، وهكذا. فالسجل بيكون فيه كل البيانات، ولكن احنا محتاجين قوائم للفصول، كل فصل يكون ليه بيانات مستقلة. فازاي نفصل او نرحل بيانات الطلاب من السجل ده، الداتا اللي عندي دي، لقوائم او شيتات للفصول خاصة بالفصول؟ ده اللي هنعمله في الفيديو الحالي بكود بسيط جدا وبماكرو بسيط جدا. وما تخافش ابدا من كلمة كود او ماكرو، لاننا هنحاول نشتغل عملي، هنعمل كل الخطوات عمليا من بداية لحد ما نصل الى النتيجة المرجوة ان شاء الله. وحتى لو حصل اي خطأ كده مش هنحذف الحتة اللي خطأنا فيها، ولكن نرجع نعيد تاني وننفذ نفس الكلام. فخليك معايا وياريت تكمل معايا الفيديو ده للنهاية، لان في معلومات قيمة في نهاية الفيديو. نبدأ على بركة الله، لنعتبر ان عندنا هنا فيه رابعة اول وفي رابعة تاني وفي رابعة اول وكده يعني، تمام. فالبيانات خلينا نحذف بس من دول اتنين او تلاتة كده، نحذف التلاتة دول ماشي. ونقول اننا عاوزين هنا شيت يكون اسمه رابعة اول وشيت يكون اسمه رابعة تاني. فهضغط على علامة بلس دي اللي هي زائد دي، واكليك يمين واعمل اعادة تسمية. هسمي ده رابعة اول بالعربي، واضغط على بلس كمان مرة عشان اضيف كمان شيت واسميه رابعة تاني، اعادة تسمية. رابعة تاني، تمام. وخلينا نخلي رابعة اول دي باللون الاحمر مثلا، ورابعة تاني باللون الاخضر مثلا، ماشي. بعد كده ممكن تكتب طبعا فوق هنا بيانات طلاب فصل رابعة او قائمة فصل مش عارف ايه، انت حر يعني، ماشي. خلينا نروح حاليا لبيانات او داتا ديت، واروح لكود من الكود للفصل. رؤوس الاعمدة دي اخدها معايا كوبي كنترول سي، واروح اضيفها في رابعة اول. هنشتغل على رابعة اول في البداية، وبعد كده هنروح لرابعة تاني. كنترول في، ظهرت معايا بالشكل ده. هضغط على اداة النسخ دي او اداة الحافظة دي، واختار منها الاحتفاظ بعرض عمود المصدر، فهيظهر معايا بالشكل ده. انا هفلتر او هعمل الترحيل على اساس الفصل يكون مكتوب فيه كلمة اول، يبقى الفصل، هكتب هنا كده الفصل وتحتها كده كلمة اول، تمام. وانتبه جدا للملاحظة اللي انا هقولها دي، ان كلمة اول مكتوبة هنا من غير الهمزة، فهتكتبها هناك من غير الهمزة، ما ينفعش تكتبها هنا بهمزة وهي في اصل البيانات من غير همزة، ماشي. انتبه لحساسية الاحرف، لو هي بهمزة اكتبها بهمزة، لو من غير بته مربوطة بنقطتين اكتب النقطتين، بهه مربوطة من غير نقط تكتبش كده يعني. لازم ادخال البيانات ده مهم جدا. بعد كده هنعمل تسجيل لماكرو بسيط خالص. طبعا عندنا المفروض احنا هنستخدم ماكرو، هنستخدم كود فيجوال بيزك، فلازم يكون المطور ده شغال معانا الديفلوبر. لو مش شغال مع حضرتك في اكتر من طريقة ان انت تظهره، ولكن اسهلها ان انت تضغط على اي مكان فارغ في الريبونز التبات دي، اي مكان فارغ، وتختار كليك يمين وتختار تخصيص الشريط، فهتظهر معانا النافذة بتاعة خيارات الاكسل. روح على الديفلوبر او المطور ده، وتأكد ان هنا اضيف فيه علامة صح، وبعدين اعمل موافق. دي المعلومة الاولى. المعلومة التانية ان طالما احنا هنشتغل على ملف او فايل فيه اكواد فيجوال بيزك وفيه ماكروز وكده، فلابد اننا نعمل له حفظ بصيغة تحتمل الاكواد. والصيغ اللي بتحتمل الاكواد تلاتة، XLSM وXLSB وXLS، التلاتة دول بيحتملوا الاكواد والماكروز، تمام. نرجع تاني بقى للشغل بتاعنا. ايه الخطوة اللي احنا هنعملها المباشرة الاولى بعد ما نسخنا رؤوس الاعمدة هنا؟ انا هسجل ماكرو، هسجل ماكرو. الماكرو هنسجله منين؟ من تبويب عرض او فيو ووحدات الماكرو، وابدأ اسجل ماكرو. الماكرو ده خاص برابعة اول، فهسميه FR او first،
ولكن الاسم ده المفروض انت تحفظه وتعرفه كويس لان هستخدمه في الكود بعد شوية. سمي الاسم اللي يريحك، مفيش اي مشكلة خالص ماشي، ولكن خليك حافظ الاسم ده عشان هنشتغل عليه. اول ما هنضغط موافق هيبدأ يسجل الخطوات كاملة. فضغطت موافق، اول خطوة معانا هضغط على بيانات او داتا وفرز وتصفية الادفانسد او الخيارات المتقدمة. هيظهر معايا النافذة دي، هختار اربع حاجات فيها. اول واحدة ان انا النسخ الى موقع اخر، هضغط على الراديو بوتوم دي، ونسخ النطاق القائمة اللي هو الداتا بتاعتي كلها من اول رؤوس الاعمدة الى اخر البيانات، لا الى اخر التسطيرة بتاعتي اللي انا المفروض هحدث فيها هنا بيانات جديدة، تمام. وبعد كده نضغط على نطاق المعيار او الكريتيريا او الشرط بتاعي اللي هو ان الفصل يكون مكتوب في كلمة اول، والنسخ الى، نضغط هنا كده ونختار رؤوس الاعمدة اللي احنا ضفناها هنا دي. بس كده اتأكد من الخطوة دي كويس، وبعدين نعمل موافق. هيظهر معانا الناس اللي في رابعة اول بس، تمام. وبعد كده نعمل ايقاف لتسجيل الماكرو. منين؟ من عرض نفس المكان وحدات الماكرو، اعمل ايقاف التسجيل. كده انا معايا ماكرو اسمه FR بيعمل استدعاء لبيانات الطلبة اللي في رابعة اول، ولكن اخر طالب معانا هنا في رابعة اول هنا، خلينا نبص كده، اسمه عاصم 9 اللي هو ده، تمام. فلو ضفنا هنا عاصم 10 وقلنا ان عاصم 10 ده في رابعة اول بالبيانات بتاعته دي، ها اول، اخترت من هنا كده اول، وقلت له اتفضل وريني كده، هل عاصم 10 ده ظهر هناك؟ ادي رابعة اول، عاصم 10 ما ظهرش هنا. ليه؟ لان مفيش كود بيقول للشيت ده اعمل تحديث وابديت كده وروح شوف البيانات واتحدثت ولا لا. طب الكود ده صعب يعني؟ لا، ده سهل خالص، هنبدأ نشتغله مع بعض اهو. كليك يمين على اسم الشيت من تحت من هنا، واختار عرض التعليمات البرمجية او فيو كود. يظهر معانا النافذه بتاعه الفيجوال بيزك فور ابلكيشنز دي، اختار من الكومبو بوكس الاولاني ان مش يكون جنرال، يكون الورك شيت، ومن الكومبو بوكس الثاني اختار اول واحده فوق اللي هي اكتيفيت. يعني لما يحدث اكتيفيت، يكون في اكتيفيت للورك شيت الحالي، اعمل ايه؟ اعمل كول سي او ال ال للماكرو اللي اسمه اف ار. عشان كده قلت لك احفظ اسم الماكرو، احفظ اسم ايه؟ الماكرو اسمه اف ار. يبقى انا في الشيت ده هيستدعي كل مره وهو بيفتح الشيت او هو بينتقل من شيت لشيت، هيعمل استدعاء للماكرو وتحديث للبيانات. سواء عملت سيف او ما عملتش، الفيجوال بيزك فور ابلكيشن بيحفظ تلقائيا. فاول ما هنبعد كده، لاحظ ان هنا ده اخر واحد اللي هو عاصم 9. اول ما هنبعد عن البيانات بتاعتنا ونرجع لها تاني، فتم تحديث البيانات ان فينا رقم 10 ظهر معانا. بنفس الفكرة هنعمل رابعة تاني. تعالى كده بسرعة، هناخد رأس الاعمدة كنترول سي، رابعة تاني نضيفها هنا كنترول في، وعرض العمود، وهنا نكتب الفصل ثاني. الفصل طبعا بيكتب الانجليش، لازم نكتب بالعربي. وثان ث والف ونون، ليه انا كتبتها ث والف ونون ما كتبتش ي؟ لان هي في البيانات هنا مكتوب ثان ماشي، فانا هشتغل على نفس الداتا اللي عندي هنا، تمام. ونروح هنا نبدا نسجل ماكرو من عرض وحدات الماكرو، تسجيل ماكرو 7 ثانية يعني سكند، ممكن نعمل اس اي اختصار لسكند بالانجلش كده، او تكتب سكند براحتك. ونبدا نعمل تسجيل للماكرو، بيانات او داتا ادفانسد، النسخ الى موقع اخر او نطاق اخر، واصل البيانات بتاعتي اللي هي الداتا نحددها كلها من اول رؤوس الاعمده مرورا بالبيانات وانتهاء باخر الشغل بتاعي، والمعيار او الكرايتيريا او الشرط بتاعي اللي هو ان الفصل يكون مكتوب فيه ثاني، والنسخ الى رؤوس الاعمده دي مباشر كده، وبعدين موافق. هيظهر معانا ثاني، ولكن لو عملت اي تحديث، استنى، مهم جدا اننا نعمل ايقاف لتسجيل الماكرو، ايقاف التسجيل ده اسمه اس اي. لو رحنا لاصل البيانات، لاحظ طبعا ان هنا اخر واحد عندنا في رابعه تاني اللي هو عاصم 7. لو ضفنا عاصم 11 وسحبنا البيانات وقلنا له ان 11 ده في تانية في رابعة تاني،
من هنا كده، يبقى المفروض ان يظهر معانا هنا في رابعة تاني، ما ظهرش. عاصم 11 ليه ما ظهرش؟ لاننا ما قلنالوش برضو، ما سجلناش الماكرو او ما قلنالوش في الكود اعمل تحديث للبيانات وابديت للبيانات دي. يبقى كليك يمين، تعالى نعمل كده، كليك يمين وعرض التعليمات البرمجية او فيو كود، ونختار من هنا الورك شيت، ونختار من هنا الاكتيفيت. سهلة خالص اهيت. وبعدين نكتب كول call se اللي هي second. اول ما تبعد عنها كلمة كول هتتكتب بالكابيتال وتتلون باللون الازرق ده، ده معنى كده ان الكود بتاعي مظبوط وسليم ومية مية. نعمل اغلاق واغلاق كده، وتعالى لاحظ هنا عاصم 7 ده اخر واحد في البيانات، عاصم 11 اول ما تروح لرابعة تاني هيتم اضافة عاصم 11. طيب اول واحد في البيانات هنا عاصم 3، طيب خلينا عاصم 11 ده نرجعه لايه؟ لرابعة اول. عاصم 11 ده هيروح رابعة اول، يبقى من هنا انا غيرت البيانات اهوت بقى في اول. هنا اروح على رابعة تاني هلاقيه اتشال من رابعة تاني اللي هو عاصم 11، تم حذفه وانضاف لايه؟ لرابعة اول. طيب خلينا نخلي كل دول كلهم، كل الناس اللي في الشيت ده كلهم اول، يبقى بالعربي اول وكنترول انتر كده. مكتوب غلط طبعا، نعمل اعادة محاولة. كلمة اول اول، ايوه كده، كنترول انتر كله اتكتب اول. اول ما تروح لرابعة اول هتلاقي كل البيانات راحت لرابعة اول، هتروح لرابعة تاني هتلاقي كل البيانات اتحذفت من رابعة تاني. ولو خدنا مثلا النصف الاولاني الشوية لو دولت مثلا هم ثاني مش اول، كنترول انتر، يعني دول كلهم بقوا تاني، اللي هم المجموعة الاولى اول والمجموعة التانية تاني. يبقى هنا لو رحت هنا هتلاقي تم تحديث البيانات، ولو رحت هنا هتلاقي تم تحديث البيانات. طبعا دي المعلومات اللي حاولت اشارك بها في الفيديو الحالي، يا رب تكون معلومات مفيدة ونافعة وخطوات عملية قوية فيها تم يعني عمل المطلوب مباشرة، والترحيل بقى شيء سهل وبسيط جدا. بندعوكم لدعم القناة ماديا على الرقم الموجود في وصف الفيديو، مهم جدا لان طبعا القنوات التعليمية تحتاج الى الكثير من الدعم، ومن وسائل الدعم ايضا المشاهدات المباشرة للقناة، وايضا مشاركة الفيديوهات. وانصح حضرتك ان انت تعمل نفس الخطوات اللي عملناها في الفيديو الحالي، ولو في مشكلة اكتبها لنا في التعليقات، ولو ما فيش مشكلة ايضا اكتب لنا في التعليقات تعليق يعني محفز ومشجع للاستمرار وتقديم الافضل ان شاء الله. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.